وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل العسكري والسياسي العقيد أحمد الحمادي. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، قوات النظام وروسيا تتوغل في مناطق من المفترض أنها مشمولة باتفاق خفض التصعيد، إلى أين يريد النظام وحليفه الوصول ميدانيا برأيكم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا مناطق خفض التصعيد حتى الآن لا نرى بأي تمسك بهذه الاتفاقيات التي وقعها الروس، آخرها في فيينا التي قضت بإقامة هدنة في منطقة الغوطة الشرقية التي لم تصمد هذه الهدنة 10 دقائق وقد سبقتها هدن ومناطق خفض التصعيد. الروس والنظام والميليشيات الإيرانية يؤمنون بالحل العسكري ولا يؤمنون بأي اتفاقيات، وكل ما يفعلونه من جنيف إلى سوتشي إلى أستانا ما هو إلا لذر الرماد في العيون ولإيهام العالم بأن الروس جادين في إيجاد حل للمسألة السورية. كيف سيتم الحل للمسألة السورية والطيران الروسي الذي يقصف يوميا عشرات الغارات ويوقع مئات الضحايا ويهجر الناس من بيوتهم، وكذلك يدعم هذه القوات التي تستخدم مختلف أنواع الذخائر؟ بالأمس استخدمت 4 صواريخ كاليبر على قرية آمنة خان السبل وأوقعت العديد. بالأمس قتلوا أسرة كاملة في منطقة آباد وجزرايا وتلحدية. إذن هذه العمليات التي يستخدمها الروس لا تنم عن أي نية في السلام أو في تحقيق مناطق خفض التصعيد. هذه القوات التي يعني تقدمت في محور أبو الظهور وسيطرت على مناطق هامة كمطار أبو الظهور أغرتها الانسحابات العسكرية في تلك المنطقة، كذلك عدم وجود ضمانات لهذه الاتفاقيات، ووصلت إلى 12 كيلومتر شرقي مدينة تراقب التي تعتبر منطقة وعقدة اتصالات ومواصلات هامة جدا، عقدة مواصلات هامة ما بين الشرق والغرب والشمال. طيب، والجنوب في المنطقة الشمالية. وقوع 10 قتلى من المدنيين بقصف للجيش الروسي وقوات النظام على إدلب، ما الهدف من استهدافهما للمدنيين؟ استهداف المدنيين هو ضرب الحاضرة الشعبية للثوار وإثارة الفزع والهلع للمواطنين المعنوي المقاتلين. سيادة العقيد، هل تسمعني؟ معك جيدا. نعم. لإجبار السكان المدنيين على الهروب والنزوح إلى أماكن أخرى يعتقدون بأنها آمنة أكثر أمنا. نعم. من أجل أن يتمددوا عسكريا في مناطق يقومون بحرق الأرض وسياسة اتباع سياسة الأرض المحروقة من أجل السيطرة على الجغرافيا. طيب سيدي، الجيش السوري الحر أسقط طائرة روسية في محافظة إدلب، هنالك اتهامات لاستخدام الجيش السوري الحر لسلاح أو صاروخ أرض جو في إسقاط هذه الطائرة، بينما البنتاغون ينفي إمداد المعارضة السورية بدفاعات جوية ومن هذا النوع من الأسلحة. إذن كيف تم إسقاط الطائرة برأيكم؟ طبعا الولايات المتحدة وضعت فيتو ضد الأصدقاء الشعب السوري على تزويد المعارضة أو إخفاء المعارضة بأسلحة دفاع جوي، ولكن هناك مصادر أخرى ربما من أجل يعني حيازة هذه الأنواع هي قوات النظام التي تبيع السلاح والذخيرة واستمالتها بالمال، وهناك المناطق التي تم تحريرها قديما من قبل الثوار من ألوية الدفاع الجوي ومراكز الرادار وكتائب الرادار وكل مستودعات الذخائر. ربما تكون هناك بعض الأسلحة الدفاع الجوي وخاصة أسلحة الدفاع الجوي من نوع إيجلا وكوبرا هي منتشرة في كل القطاعات، يعني كل كتيبة عسكرية في الجيش السوري كان هناك جماعة تسمى جماعة. لكن سلاح الجيش السوري أو سلاح النظام أسلحة روسية، الاتهامات تقول أن السلاح المستخدم سلاح أمريكي، هنا النقطة. حتى الآن لا أحد يستطيع أن يجزم بأن السلاح المستخدم هو ستينجر أو غيره، يعني حتى الستينجر ممكن أن هناك مهربين سلاح يعني، ولكن لا توجد حتى الآن وهذا كلام قطعي أي جهة دولية ساعدت أو زودت الثوار في أي نوع من أسلحة الدفاع الجوي. طيب بعد هذه الحادثة
وعدم وثوق الولايات المتحدة الأمريكية، عدم وثوق روسيا في الرواية الأمريكية. برأيكم كيف ستكون المواجهة بين الطرفين في سوريا؟ هل ستتصاعد وهل ستكون هنالك صراع مسلح بين الطرفين؟ الميدان هو سوريا. الروس يوهمون الناس بأنهم في هذه المنطقة في مواجهة روسيا، لذلك هم يعترفون بأنهم يقتلون الشعب السوري. وليس أين الولايات المتحدة؟ لو كانت هناك مواجهة حقيقية ما بين الولايات المتحدة أو حتى بين وكلائها، حتى لنسمي هذا بين قوسين وكلائها، لما استطاعت الطائرات الروسية أن تحلق وفي الأجواء السورية. اليوم الولايات المتحدة هي تحسر نشاطها في منطقة شرق الفرات في تلك المنطقة، وتقاتل فقط تنظيم الدولة، لم تقاتل الميليشيات الإيرانية ولم تقاتل النظام ولم تقاتل روس. بالعكس، هناك تعاون بينهم في هذا المجال تحت مسمى قتال الإرهاب أو المنظمات الإرهابية. من اسطنبول المحلل العسكري والسياسي العقيد أحمد الحمادي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.